لمزيد من المتابعة والتحليل أيضا تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة غادة فؤاد مدير المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. دكتورة غادة، أهلا بك ضيفة كريمة على شاشة التلفزيون المصري، هذا أولا. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتورة غادة، نتحدث عن قمة إفريقية روسية وتأتي في وقت حرج من ظروف عالمية وربما ظروف دولية ربما تكون ليس في إطارها الصحيح. كيف يمكن البناء والاستفادة من هذه القمة الروسية الإفريقية وأيضا إخراج أو مخرجات هذه القمة للعلن وتكون هناك تكافؤ ما بين الدول الإفريقية والدولة الروسية؟ في الحقيقة كما قلت حضرتك أن القمة بتأتي في توقيت حرج جدا بتمر به يمر العالم كله وليس فقط القارة الأفريقية بوقت بيتعاد فيه تشكيل القوى الدولية العالمية ويتعاد فيه تشكيل مراكز القوى والقوى المؤثرة والقوى التابعة، وبالتالي أفريقيا بتمثل عامل مهم جدا في تشكيل القوى الجديدة، بمعنى أن كل قوة من القوى العالمية تريد أن تجتذب أكبر قدر من الدول الأفريقية حتى تكون لديها مزيد من الدعم مزيد من التأييد في أي موقف يتم اتخاذه على المستوى العالمي والمستوى الدولي. والجميع يشهد الآن الأزمة الروسية أو الحرب الروسية الأوكرانية وأن التكتل الغربي أو الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم الاتحاد الأوروبي بيقف خلف أوكرانيا، وروسيا تشعر أنها تقف بمفردها وبالتالي تسعى إلى مزيد من الحلفاء، ومن أهم هؤلاء الحلفاء هو الدول الأفريقية. أفريقيا بتظهر ب 54 دولة بيشكلوا تكتل قوي في أي عملية سياسية أو في أي قرار يتم اتخاذه في أي مؤسسة تابعة لمؤسسات الأمم المتحدة. ثانيا، أفريقيا بتمثل سلة غذاء العالم في الفترة القادمة وسلة الموارد الطبيعية، هي غنية جدا بالثروات الطبيعية، ولكن كمان هي قارة ليست فقط الغنية بالموارد الطبيعية وهي كمان مستقبل العالم في المشروعات القادمة. طيب دكتورة غادة، تسعى روسيا الى مزيد من العلاقات الاقتصاديه في مختلف المجالات داخل القاره الافريقيه سواء على المستوى الثنائي او على المستوى الجمعي. نعم. على مستوى القاره كلها. طيب. وهنشهد التقارب على المستوى الاقتصادي ما بين روسيا وما بين دول مهمه في القاره الافريقيه، دول يعني بتمثل دول رئيسيه في الاقليم المتواجده فيه او على مستوى القاره باكملها، مثل تقاربها في الفترات الحاليه مع الدوله المصريه. طيب اتحدث يعني دكتوره غدا، لو اود ان اتحدث مع حضرتك، كما قيل في التقرير شريك اساسي لروسيا في القاره الافريقيه. تسمعين يا دكتوره غدا؟ اسمعك جيدا. طيب لو تحدثنا بوضوح اكثر عن الصوره الافريقيه، الدوله الافريقيه او الدول الافريقيه والقاره الافريقيه هي غنيه بالموارد الطبيعيه، الدول الغربيه او الدوله الروسيه لديها يعني فكرة التصنيع والبناء والتقدم الصناعي، كيف يمكن المزج ما بين يعني هاتين الرافدين، وكيف يمكن أيضا للدول الأفريقية أن تستفيد والدولة الروسية أيضا أن تستفيد من خلال التكتل الاقتصادي سواء في القرارات المزمع أو التي يتم التصويت عليها في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها؟ احنا حتى لو تكلمنا عن الاستفادة على مستوى العلاقات ما بين روسيا وأفريقيا ذاتها، روسيا دولة بتتمتع بالكثير من المزايا على المستوى الاقتصادي، بمعنى روسيا دولة من الدول العملاقة في إنتاج الغاز وتصديره. نعم. والدول الأفريقية أصبحت الآن كثير منها يظهر فيه الوقود الأحفوري من غاز وبترول، وبالتالي قد تستفيد من التعاون الروسي الأفريقي في هذا الجانب وفي هذا الشق. إذا انتقلنا لجانب التعدين، روسيا برضو دولة قوية في مجال التعدين وهي بتقوم بعمل كثير من المشروعات التعدينية في الدول الأفريقية، منها زيمبابوي منها أنجولا وفي جنوب أفريقيا. يعني عندنا كمان قطاع الطاقة، يعني الجميع يبحث الآن عن تنويع مصادر الطاقة ومصادر الكهرباء، وبالتالي احنا عندنا التعاون المصري الروسي في المحطة النووية للضبعة. يعني احنا عندنا التعاون الروسي في مجال حتى الأمن الغذائي، وده
يعني ركز عليه من في الكلمة الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هو قال أن المتواجدين الآن ده بداية لتعاون أكثر ومجالات للعمل أكثر، لأن هو بيؤمن إن من يقف الآن مع روسيا هو الأحق في الاستفادة من كل مميزات الاقتصادية والمالية الروسية. هنجد إن هو لما أعلن عن إن الدول اللي أعلن إن هي في خلال الثلاثة أشهر القادمة هي الدول اللي هيتم منحها من 25 ل 50 ألف طن في خلال ثلاثة أشهر، والجنة وشهدنا منها الدول دي، هنجد إن هي مالي، بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، هي دول حليفة وبتعلن ولائها وتعلن يعني مساندتها علنا لروسيا. كل الدول، وبالتالي احنا أصبحنا دلوقتي كل دولة يعني هتكون مع الجانب الروسي وتؤيد المواقف الروسية سوف تحصل على مزيد من المزايا الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بروسيا. طيب الدول تحصل على مزايا دون التدخل في سيادة الدول؟ لو شاهدنا في القمة دي رئيسة البنك، الرئيسة السابقة للبرازيل واللي بتتولى رئاسة البنك اللي أنشأه تجمع بريكس في 2014، أيوة. البنك التنمية لبريكس، البنك ده من خلال كلمة رئيسة البرازيل السابقة هنجد أنه هيكون له دور مهم جدا في الفترة القادمة فيما يخص المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، وده قطاع له الأولوية في الكثير وإن لم يكن كل الدول الأفريقية. طيب دكتورة غادة، بدون يعني لو تحدثنا في هذه الفكرة التي تحدثت فيها عن فكرة أنه من يقف مع روسيا سيستفيد من المزايا التي تمنحها روسيا للدول الأفريقية، هل في ذلك ربما تدخل بعض الشيء في هويات وفي سيادة الدول الأفريقية، ولا يعني لن يكون هناك تدخل وستكون العلاقات علاقات قائمة على التبادل، على المنفعة المتبادلة والعادلة أيضا في نفس التوقيت؟ هو في الحقيقة أنا مع التحليل الثاني لك أو التفسير الآخر لي، لأن قبل ذلك، قبل أن ينتبه العالم القوى الدولية إلى أهمية أفريقيا، كان دايما كل يعني المؤتمرات أو الغالبية العظمى منها والاتفاقيات بتكون في صالح الطرف الأقوى، ولكن نعم. الآن بعد الانتباه لأهمية أفريقيا سواء في على الساحة الدولية أو حتى في المشاريع الاقتصادية وفي الموارد وأهميتها، ابتدى الجميع دلوقتي يذهب إلى وين وين جيم، يعني المنفعة للجميع، المنفعة للطرف للجميع الأفريقي وللطرف الدولي الذي يريد إقامة المشاريع أو يريد تأييد من الجانب الأفريقي لأي مشروع قرار يقدمه في الأمم المتحدة أو لأي خطوة يريد أن ينفذها على الساحة الدولية. نعم. وبالتالي أصبحت الدول الأفريقية مدركة لحجم تأثيرها الآن. طيب وهذا بيتم يعني رؤيته في القرارات اللي بيتم اتخاذها من قبل القوى الدولية في تعاملها الحالي مع الدول الأفريقية. طيب لو تحدثت بعمق أكتر يا دكتورة وتحدثت عن خصوصية العلاقات ما بين روسيا وما بين مصر، في الجلسة الأولى تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن خصوصية هذه العلاقات وقال إن من الممكن أن تكون مصر وسنقيم منطقة اقتصادية في مصر تكون بوابة للتصدير إلى إفريقيا، تحدث أيضا عن مفاعل الضبع النووي، تحدث أيضا عن مبادرة جديدة لتعليم اللغة الروسية. كيف يمكن بوجهة نظر حضرتك وكقادة في المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات الإفريقية أن نقيم أو تقييم مبدئي لهذه المبادرات وأيضا مجمل العلاقات المصرية الروسية؟ في الحقيقة هو العلاقات المصرية الروسية علاقات قديمة، يعني العلاقات الشهر القادم هيمر 80 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر وما بين روسيا. أعتقد أن 80 عام هو يعني فترة طويلة شهدت فيها العلاقات الروسية المصرية فترات قوية جدا من التعاون، فترات قوية من التبادل الثقافي والاقتصادي اللي كان مفيد للطرفين. فخلال هذه الفترة في هناك فترات انحصار ولكنها كانت قليلة، ولكن الغالبية العظمى كانت دايما المشروعات اللي بتتعاون فيها مصر مع الجانب الروسي كانت مشروعات مهمة للدولة المصرية، لأن روسيا تؤمن بأهمية مصر في القارة الأفريقية، بتتعامل مع مصر على قدر مكانتها في القارة الأفريقية، لأن فعلا مصر هي بوابة لكل من يريد أن يتعامل مع القارة الأفريقية.
كمان إذا نظرنا هنجد أن ثلث حجم التجارة الروسية مع القارة هو بيتم مع الدولة المصرية، وبالتالي مصر بالنسبة لهم وزن في حجم التبادل التجاري، لا يمكن إخفال دور مصر ولا يمكن الاستهانة به. كمان هنجد ان حجم التجاره ما بين مصر وما بين الدوله ما بين روسيا ارتفع وبيزيد عام بعد الاخر. كمان لا ننسى ان السوق في السياحه، واحنا عارفين ان السياحه مصدر مهم جدا للدخل المصري، الماركت الروسي او السوق الروسي هو من اهم الاسواق حاليا في مصر. نعم. بالنسبه للسياحه يعني احنا عندنا جوانب مهمه جدا للتعامل، عندنا محور الضبعه، عندنا سوري محطه الضبعه النوويه اللي بيتم انشائها، عندنا المنطقه الصناعيه اللي روسيا بتقوم بانشائها في مصر دلوقتي، وبالتالي التعاون مع مصر هو تعاون استراتيجي، لان روسيا تدرك ان مصر هي فعلا البوابه ليها في افريقيا، وهي الاساس في اقليم شرق في اقليم شمال او في شمال افريقيا، وان روسيا كمان واضح انها تريد ان زي ما قلت في البدايه تتعاون مع الدول الرئيسيه في القاره الافريقيه، بتتعاون مع مصر، بتتعاون. نعم. مع الجزائر، مع جنوب افريقيا، بتتعاون مع الدول محوريه ومهمه على مستوى القاره الافريقيه. اعود مره اخرى دكتوره غاده فؤاد مدير المركز الافريقي للابحاث والدراسات الافريقيه، اعود لفكره الحديث عن العلاقات الإفريقية الروسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل وما زال ويحمل على عاتقه قضايا القارة الإفريقية، وتحدث في القمة الأولى في مدينة سوتشي الروسية عندما كانت مصر بترأس جانب أو تعبر عن آمال وطموحات القارة الإفريقية وطموحاتها، تحدث عن هذه الفكرة. الفكرة باختصار أنه هل من الممكن أن تكون هناك هذه العلاقات، أن تبنى على أسس سليمة وواضحة دون التدخل سواء في سياسات الدول أو في محاولة للتأثير على الهوية الوطنية لأي دولة كانت؟ أولا هو معلش المركز اسمه المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أكرس. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألته، هل العلاقات ما بين روسيا أو إن روسيا بتتدخل في سياسة الدول؟ لا أظن إن روسيا بتتبع هذا المنطق، وروسيا كمان لا تربط اي منح بعقوبات كما تفعل بعض القوى الدوليه، او بتربط المنح والمساعدات بتاعتها بان الدوله يجب ان تتخذ موقف ما من قضيه مطروحه على الساحه الدوليه. لا بالعكس، انا بلاحظ ان روسيا دايما بتشتغل وبالذات في القارة الأفريقية على نقاط الضعف للقوى الدولية الأخرى. بمعنى هنجد أن روسيا دخلت في منطقة غرب أفريقيا وأصبح لها تواجد وأصبح لها علاقات قوية على المستوى الشعبي وعلى المستوى القادة السياسيين، نتيجة أنها استغلت ما كان السياسات ما كان يعني يتم من سياسات من بعض الدول الغربية بأنها تفرض على القيادة السياسية المتواجدة في الدولة أنها تتبع سياسة موالية لها، أو أنها لا تراعي بعض مصالح الخاصة بالغالبية العظمى من المواطنين. وبالتالي شاهدنا الكثير من الانقلابات منذ 2020، تحدث الانقلابات بصورة متوالية في غرب أفريقيا نتيجة رفض الدول أو يعني الشعوب، نتيجة رفض الشعوب وبعض القيادات في الجيوش الوطنية لما شعروا أن هو هيمنة غربية على القرار في الدول اللي موجودة في غرب أفريقيا. وبالتالي استطاعت روسيا من خلال أنها تكون محايدة ولو حتى نظريا بعض الشيء، وأنها لا تفرض سياستها، يعني استغلت هذا الموقف وابتدت أنها تتواجد وتطرح أنها تطرح نفسها على أنها معين ومساعد للقيادات السياسية اللي تتولى الحكم في الدول حاليا، وأنها لا تفرض عليها أجندة ما، بل بالعكس أنها تساعدها على فرض الاستقرار والأمن في الداخل في الدول الأفريقية. فهي بتتبع أجندة مغايرة تماما للأجندة الأخرى اللي كانت تفرض على القادة الولاء والتبعية. طيب دكتورة غادة، لو تحدثنا أيضا في هذه القمة، هناك محاور عدة، محور متعلق بالطاقة، محور متعلق بنقل التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي، وأيضا محور متعلق باستعداد الشركات الروسية لنقل كافة الخبرات. هل روسيا تخشى من نقل هذه الخبرات، وفيما بعد إذا نقلت هذه الخبرات إلى الدول الإفريقية ربما لن تكون هناك تبعية بمفهومها الواسع وليس المفهوم الضيق، وهو أن الدولة تكون مدينة للدولة الروسية؟
في الحقيقة أنا لا أرى هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر لم يصبح بيد روسيا أو بيد الغرب أو بيد أي طرف، هذا الأمر أصبح رغبة حقيقية أفريقية لدى الدول الأفريقية ولدى الشعوب الأفريقية، أنها ستسعى لاكتساب التكنولوجيا وسيتم إنشاء المشروعات داخل الدول الأفريقية، وبالتالي الطرف أو القوى الدولية أصبحت مجبرة على نقل التكنولوجيا. ليه مجبرة؟ لأن إذا لم تنقل هي سيأتي قوى دولية أخرى تريد أن يعني أن تجتذب الدول الأفريقية لها ستنقل إليهم التكنولوجيا، وبالتالي هذا أمر فرض على الدول الكبرى أنها إذا أرادت التعاون أو الولاء أو يعني أو يبقى في تحالف قوي مع الدول الأفريقية أنها تنقل إليها التكنولوجيا الجديدة، ولذلك أصبحوا يتسابقوا في من يستطيع أن ينقل التكنولوجيا الأفضل والأكفأ وبسرعة أكبر للدول الأفريقية. فنجد النصين تسعى إلى ذلك. لو شاهدنا القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة كان أكثر شيء بيصروا عليه أو يعني بيوضحوه القادة الأوروبيين وخاصة الرئيس الفرنسي أنه هو نقل التكنولوجيا ونقل ويعني إعادة أو إيجاد بنية تحتية في مجال التكنولوجيا المعلومات والإنترنت والقطاع الاتصالات، إيجاد هذه البنية التحتية الرقمية القوية في الداخل الأفريقي. بالتالي احنا اصبحنا كافارقه اللي احنا قلنا عليه بقى النقطه الاولانيه، احنا مدركين لقوتنا ومدركين لاحتياجاتنا وبنفرضها على طاوله المفاوضات في اي نقاشات مع اي قوه دوليه جايه تتفق معانا او بتتعاون معانا. وبالتالي الرئيس الروسي يعني هو بيمتاز بقدر من الذكاء ان هو يعني لما قال ان احنا الخطاب برضو بتاعه يعني منذ قليل قال ان احنا نسعى ان تحقق افريقيا اكتفاء ذاتي في مجال الامن الغذائي طيب. من خلال التركيز على جانب التكنولوجيا الزراعيه، فهو يعرف ما يحتاجه القاده الافارقه من اجل ارضاء شعوبه من اجل ايجاد حاله من الاستقرار السياسي في الداخل، فهو يريد ان يقدم لهم ما يريده القاده وما يريده الشعوب وهذا ما يريده. فبالتالي تقديم التكنولوجيا الزراعيه لن يضر بالتحالف ما بين روسيا ما بين الدولة الروسية وبعض الدول الأفريقية، يدعم هذا التحالف. نعم. طيب دكتورة غدا، لو تحدثت عن محور آخر بالعودة إلى الخصوصية في العلاقات المصرية الروسية، وسنحتفل بعد يعني قليل شهور ربما في أغسطس عن 80 عاما من العلاقات المصرية الروسية، هي خصوصية وتفرد في هذه العلاقة والمبنية على أسس واضحة. إذا تحدثت عن المشروعات التي من الممكن أن تنفذ ما بين الدولتين في المستقبل، ما الذي يمكن أن تنفذه الدولة الروسية وتنقله من خبرات بعيدا عن مشروع الضبعة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ هناك أيضا مبادرة لتعليم اللغة الروسية، هناك مشروعات كثيرة، ما هي المشروعات التي يمكن أن تتعامل فيها مصر وروسيا وتكون المنفعة على الدولتين؟ أعتقد أن من أهم الجوانب عندنا الجانب الزراعي. إذا كانت روسيا مستعدة لنقل التكنولوجيا الزراعية لأفريقيا، فمصر أولى أنها تكون من أوائل الدول اللي تستقبل هذه التكنولوجيا الزراعية. إحنا بنشهد أن في دلوقتي مشروعات في مصر بتقوم على الزراعة العضوية وعلى تقليل استخدام المياه، نظرا لأن إحنا عندنا المقدار المياه محدود اللي ما تستقبله مصر، لأن مصر دولة من دول حوض نهر النيل ولكن هي دولة من دول المصب وليس كالمنبع، وبالتالي إحنا عندنا كمية محددة من الماء، فمضطرين إن إحنا نستخدم أعلى درجة من درجات التكنولوجيا في جانب الزراعة وفي جانب استخدام المياه. إزاي نستخدم تكنولوجيا تقلل من هدر المياه وفي نفس الوقت تنتج لنا أكبر قدر من المحاصيل؟ مش بس في المياه، في توفير المياه كمان، حتى في تكنولوجيا. هذا واحد في المجال الزراعي، ما المجالات الأخرى دكتورة غدا؟ جودة المنتج الزراعي. كمان جانب التعدين مهم، روسيا متقدمة في جانب التعدين وبتقيم مشروعات كتير في أفريقيا مع الدول اللي هي يعني مشهورة بالثروات التعدينية، فإحنا عندنا دلوقتي طفرة في مجال التعدين وخاصة في الذهب وغيره من المعادن. أعتقد أن جانب التعدين هيكون جانب مهم أن إحنا نتعاون فيه مع الجانب الروسي. كمان اللغة والثقافة، روسيا متقدمة في الجانب الفني أو التعليم الفني، أعتقد أن ده مهم أن احنا نأخذ من هذه التجربة ونستفيد من الجميع، ليس فقط من أوروبا ولا من روسيا، كل من لديه جانب متقدم في جانب يمكن أن التعليم به والتعليم الفني به الجانب بالذات علينا أن نكتسب منه هذه الخبرات ونتعاون، لأن اكتساب الخبرات بيوفر كثير من الوقت. نعم. و
وهذا ما فعلته مصر في الماضي عندما في عهد محمد علي تم إفاد البعثات والوفود التعليمية لأوروبا بالتحديد، ثم عادت وعملت على بناء الدولة المصرية الحديثة. كل الشكر والتقدير ضيفتي الكريمة الدكتورة غادة فؤاد، مديرة المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية.